الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، هنيئا لكم أدركتم هذا الشهر الكريم، هذا الموسم العظيم، وأنتم في صحة وعافية وأمن، تتقلبون في نعم الله التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تؤمنون بأن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى، وتتيقنون أن ما وعد الله ورسوله من الثواب العظيم على من أحسن العبادة في هذا الشهر، تؤمنون وتتيقنون أنه سيجد ما وعد الله ورسوله في صحيفة حسناته ليفوز ويفرح بهذه النتيجة وبهذه الغنيمة العظيمة. اعلموا وفقكم الله أن أيسر طريق إلى الجنة وأوضح سبيل إليها هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الطريق المضمونة الآمنة هي أسلم الطرق وآمنها، ولذا من أحب لقاء الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه فليسلك سبيل هذا النبي الأكرم الذي ما وطئ هذا الكون أشرف ولا أفضل منه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هديه صلى الله عليه وسلم مع هذه الشعيرة التي هي شعيرة الصيام في رمضان، أو هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان جوانبه كثيرة، يصعب أن أعرضها على مسامعكم في مثل هذا المقام، ولذا سأكتفي بجملة من أهمها، واعذروني إذا عرضتها على سبيل الاختصار والإيجاز. واعلموا بارك الله فيكم أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عموم أحواله ليس فقط فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، بل حتى في المباحات، فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني كل ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين. ولذا الموفق هو من حظي باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وهذا من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. كلما الله سبحانه وتعالى وفقك للاقتداء واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويتحقق لك ذلك عاجلا في الدنيا، وما ينتظرك من الفوز والفلاح في الآخرة أعظم وأكثر وأكبر. فمن أهم
فوائد وثمرات الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثمرتان. الأولى وهي الأهم، القبول. فإن من عبد الله سبحانه وتعالى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه، كان كبيرا أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الثاني الفوز بأعظم الثواب المترتب على هذا العمل. يعني كل الناس يصومون، وكل الناس يصلون، وكل الناس يحجون ويتصدقون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن، لكن أعظمهم أجرا، أعظمهم ثوابا، هو من وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فإنه قد يعمل قليل لكن يكون أجره في الميزان كثير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، وهذا أمر مستحيل، لو جمعت الذهب الذي في الأرض منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن أن يصل إلى حجم جبل أحد ولا نصفه ولا عشره. ويقول: لو أنفق أحدكم تصدق بمثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد بر، يعني ملء الكف كذا. ليست القضية بكثرة العمل، وإنما القضية بأن تكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هديه، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤكد هذه الحقيقة، أنه لا تعجب أو تغتر بكثرة عملك، لا بد أن تتأكد أن عملك موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة من أصحابه جاءوا وطرقوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم يرون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون خارج بيته في المسجد في الأماكن التي يصاحبون فيها، لكن الشيء الذي يجهلونه هو عبادته داخل بيته. قد يكون عنده عبادة عظيمة وعبادة كبيرة ما يعلمون عنها، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم هؤلاء الثلاثة بعد أن عرفوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كأنهم تقالوها، ويمكن قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن علينا ذنوب نحتاج أعمال أكثر. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنهم أنه ليس العبرة بكثرة العبادة وإنما بكمالها، بما تشتمل عليه من الإخلاص والخشوع. قال: إني لأتقاكم لله، مع هذه العبادة التي ترون أنها قليلة لكن أنا أتقاكم لله وأعلمكم بالله وأخشاكم لله. ولذا إذا أردت أن تصل إلى هذه الدرجة، وقطعا لا يمكن أن تصل إلى هذه الدرجة لأن هذه درجة اختص الله بها نبيه، لكن تقترب منها، فعليك باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان تناول السحور الذي زهد فيه كثير من المسلمين مع الأسف بسبب اضطراب البرنامج اليومي لهم، فصاروا يسهرون وينامون عن هذه الفضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، على عكس ما يتصوره بعض الناس أنه لو تناول الطعام في منتصف الليل يقول هذا سحور. هذا ليس سحور، السحور هو الذي يتناوله المسلم في وقت السحر آخر الليل. فزيد بن ثابت، والحديث في الصحيحين،
تسحر يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، سألها أنس بن مالك، قال لنا تسحرنا وقمنا إلى الصلاة، قال كم كان بين الصلاة وبين السحور؟ قال مقدار 50 آية. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم تعجيل الإفطار، فبادر بالإفطار بمجرد أن تسمع الأذان ولا تتأخر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في أحد أسفاره لما غربت الشمس قال لأحد أصحابه انزل فاجدح لنا، يعني أعد لنا مشروب معين. قال يا رسول الله نتأكد أنه غربت الشمس، قال أقول لك انزل فاجدح لنا، والحديث في البخاري. وعند ابن ماجه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في المبادرة إلى تعجيل الفطر، أو إحدى الحكم، وهو أن اليهود كانوا يؤخرون طعام إفطارهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الأمة إلى فضيلة الدعاء عند الإفطار، وقال والحديث حسن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، فاحرصوا على هذه الفضيلة ألا تفوتكم عند طعام الإفطار. من هديه صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في العبادة، وخصوصا في آخر الشهر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، وفي رواية لمسلم كان يجتهد في العشر الأخير أو في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وبالطبع لو لم يكن في العشر الأواخر وهي أفضل ليالي العام بلا خلاف، لو لم يكن فيها إلا ليلة القدر التي هي تعدل 1000 شهر، لكن المشكلة أنها غير معلومة، ما ندري هي الليلة الأولى أو الثانية أو آخر الليالي، الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر الأواخر يلتمس هذه الليلة الثمينة. أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم العناية بتلاوة القرآن، وكان يأتيه جبريل فيعارضه بالقرآن، يعني يتدارس معه في القرآن. ولذا مما ينبغي أن يتنبه له المسلم أنه ليس العبرة بكثرة ما يقرأه من القرآن، المهم أن تقرأ وتفهم وتتدبر، فإن تبع ذلك العمل بما فهمته فهذا أعلى المراتب، لأن بعض الناس يحرص أن يختم أكثر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم البذل والسخاء، وهذا لا يقتصر على مجرد الصدقة، لا، حتى الإحسان إلى الناس وتقديم الطعام لهم. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أجود من الريح المرسلة. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم صيانة الجوارح، ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، قال الصيام جنة، يعني ستر، في الحقيقة هو وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وفي رواية لا يصخب، وهذا معناه المعاصي التي يقترفها بالقول وبالفعل، انتبه لجوارحك، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ولذا بعض الناس يصوم عن المباحات لكن يطلق لنفسه العنان ولجوارحه في المعصية، النظر، السماع، اللسان، لا يا أخي، هذا صيام قد يسلب جوهره وثوابه بسبب هذا الخلل الذي حصل للجوارح. آخر هذه النقاط المتعلقة بهديه صلى الله عليه وسلم أمر يعرض للناس
وقد يستشكلونه، وما وهي مسألة الصيام في السفر. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أنه صام وأفطر. طيب، ما هو الأفضل؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وورد أنه أفطر، فأيهما أفضل؟ الجمع بين النصوص الواردة أن الصيام إذا كان يشق عليه فالفطر أفضل، وإن كان لا يشق عليه فالصيام أفضل، خصوصا صيام شهر رمضان، لأن الإنسان يدرك الزمن الفاضل وتبرأ ذمته بهذا الصيام بدل أن يبقى في ذمته يقضيه بعد رمضان. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا جميعا ممن صام هذا الشهر وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.